تقدر تبيع اليوم بواحد الثمن وغدا ما كاينش السوق خاوي، غتنقص 5 دراهم وغتبيع. راه انتم مقبله جيتوا هنايا السوق خاوي، انتم على عينكم كلشي. العصير كنشريو حنايا في البلاصه ديالو 180 فرنك 190 فرنك، وكنصيروا عليه 50 فرنك ديال الصاير، وكنعشروا عليه، وكندخلوا للمارشي وما كنجمعوش ديك الفلوس اللي كنخلصوا حنايا. يعني اذا كنتوا كتحسبوا ديك الاثمنه ديال المحروقات والترونسبور وديك الخدامه، شحال كتوصل الخضره اكثر؟ كتوصل اكثر من هذا الشيء. فروطه مثلا كيديها الشاري، شحال يقدر يبيعها في الاسواق؟ وعلى حسب الضمير ديالو. متابعي موقع طنجه والاوفيه، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اخبار السوق. وحنايا الان كنتواجدوا بسوق الجمله اللي كاينه في مدينه طنجه باش نعرفوا الاسباب ديال الغلاء. خليكم معنا. السلام عليكم سي عثمان. وعليكم السلام. سي عثمان، غنسقسيك على الأثمنة ديال الفواكه في سوق الجملة بمدينة طنجة. الأثمنة عندنا موازية، كاينة بكاليتي كل حاجة والثمن ديالها. كاينة فيها مثلا، كاينة نعطيك على سبيل المثال أفوكا 23 درهم، 22 درهم، حتى 25 درهم. كاينة كيوي كيختلف. كاينة كاليتي البرومير شوا كيعمل 30 درهم، كاينة الدوزيام 25 درهم، كاينة التروازيام كيعمل 15 درهم. يعني ما كايناش شي واحد الثمن محدد؟ لا ما كاينش واحد الثمن محدد. لو كنا كنجيبوا واحد الثمن محدد راه كنا مزيان. كاين الثمن على حساب السوق. تقدر تبيع اليوم بواحد الثمن وغدا ما كاينش السوق خاوي، غتنقص 5 درهم وغتبيع. يمكنش تخلي المنتوج عندك هنا في البلاصه كي فهمتي ما يصبرش. نعطيك على سبيل المثال الخوخ ولا ماطيشه، تبدا بواحد الثمن في الصباح وعملت 11 وغدا داخل لك فاياج والسلعه ما كتصبرش، ضروري غطيح فيها وغتبيعها. وكاينه انواع باش ما نوصلوش الخبر للساكنه بان كاين ماطيشه نوع واحد مثلا، ولا كاين خوخ كاين نوع واحد. لا، يمكن الماطيشه كاينه ب 250 درهم وكاينه ب 150 درهم على حساب الكاليتي، وهادشي راه على الصعيد العالمي ماشي على الصعيد الوطني وصافي. ودابا كاين كيوي على ثلاثه الانواع، كاين النوع الاولي والثاني والثالث، كذلك مثال التفاح، كذلك البنان كاين لامبور وكاين بنان لوكال، وبنان لوكال فيها جوج الانواع. ديك المشتري كيبقى هو شني باغي يدي، كيبغي يدي الكاليتي غيديها ثمن زايد، كيبغي يدي كاليتي متوسطه ثمن ناقص، هادشي اللي كاين. شحال يقدر يبيع هو عند؟ هذاك الشيء ماشي اختصاص ديالنا حنا كنبيعوا له وهو كيبقى هو الشغل ديالو، هذا ماشي اختصاص ديالنا فهمتي، هذاك الشغل ديالو هو، شوف هو بشحال غادي يبيع. يعني ديك الزياده اللي كيزيدوا من عندهم هما؟ لا، من عندهم ماشي من عندنا حنايا. حنا شوف حنا كنبيعوا ما كنتحكموش فشحال غيبيع هو تما، حنا ما كنعرفش يبيع ويجي يكون نهار يتسوق معنا. دابا تشوف الحاله، راه انتم مقبله جيتوا هنايا السوق خاوي، انتم على عينكم كلشي، راه ما كاينش، راه حنايا جالسين هنايا طيف الله. كاينه واحد القضيه بعدا نطرقوا ليها حتى هي مواصلات، ما كانش يوجه واحد النداء للجهات المسؤوله يعملوا لنا شي خطوط ديال المواصلات، لا ديال الحافلات ولا ديال التاكسي، ويعملوا النقطه في كاستيا دائما راه معروفه هذيك هي الوسط المدينه، تما حتى اللي يكون جاي من طنجه بباليا ينزل في كاستيا ويركب في البيس. دابا حنا كنعانيو من المواصلات، المستخدم دابا هنايا شحال كيدي كيغود يطمح باش يدي 100 درهم ديالو، وإذا وصلوا التاكسي في الصباح مع الفجر يوصلوا ب 20 درهم ولا 25 درهم، وباش يرجع خصو يخرج على برا شوف واش يلقى التاكسي ولا ما يلقاش. ولهذا كنوجه واحد النداء للجهات المسؤوله يعملوا لنا واحد اربعه الخطوط في المدينه وسوق الجمله. احنا انت تشوف احنا سيبونا ولكن احنا قابلين على المدينه كتزيد تكبر، وحنا قابلين فيما كنا راه غادي نبيعوا ونشريوا، احنا ما عندناش مشكل، ولكن واحد النداء يعملوا لنا واحد الخط ديال المواصلات. دابا حنا الاسواق ملي كنديروا الاسواق المشكل الرئيسي كيبينوا هنا هو المارشي. لا المارشي ما كاين لا مشكل لا والو، انا نخليك انت حر دور في السوق وتقصي الاثمنه وشوف راه ما كاين لا بيع لا شراء، داك الشيء مهم. واذا بعنا واحد النهار في السيمانه ولا يومين في السيمانه وحنا جالسين كنبقاو جالسين، تصور وشوف بعينك. شوف واحد قضيه اخرى قالوها، قال لك مثلا الا بغا يدي بانان
كتقولوا لي خصك دي بنان ضروري دي معاه مثلا لافوكا ولا دي معاه شي حاجه؟ لا 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 ما كاينش هادشي هذا ما كاينش. يجي يشري بنان يشري بنان يشري تفاح يشري تفاح هو حور، ما حتموش على دي بنان ودي معاه لافوكا، لا ما كاينش هادشي هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي عشر مبروكه. الله يبارك فيك سيدي. الحمد لله. غنسقسيك الثمن ديال العصير شحال واصل؟ العصير العصير ما عندوش حتى ثمن، كاين هذوك الناس اللي كيبيعوا في الزنقه مهرسين لنا السوق. العصير كنشريو حنايا في البلاصه ديالو 180 فرنك 190 فرنك، وكنصيروا عليه 50 فرنك ديال الصاير، وكنعشروا عليه، وكندخلوا للمارشي وما كنجمعوش هذيك الفلوس اللي كنخلصوا حنايا. كاين الناس الزنقه كتبيع بلا عشار بلا والو. واش هاد الناس هادو واش تاهما كيجيبوا نفس نص العصير؟ نفس السلعه وزايده علينا في الثمن، والحق كيخرجوا برا كيبيعوها بنص الثمن وكيهرسونا حنايا، وحنا كنخلصوا العشور وكنخلصوا ثماره وعلى خلاها باطل. عندنا الكراد الخاوي، عندنا الخدامه، عندنا كوسر المهرسه الخامجه، واللي في الزنقه ما كيتحاسبوش معاه. علاش منيش هادشي هذا؟ بحال اش مثلا واش كيجيبوا مثلا السلعه وكيفرقوها؟ ما كيفرقوهاش، كيبيعها بالكيلو. هاي حبه حبه في الشارع، نمشي لدراد بدا دالع، نمشي لكاسابرا تنشرب نديبان فين ما مشيت، اي موطا اي سوق كيكونوا 207 كيكون معاه فينا في الشارع مع الجامعه فينا ب 207 كيبيعوا تما العصير الثمن اللي كنبيعوا حنا بالمارشي. حنا كنخلصوا بواحد السومه وكنجيو هنا ونخلصوا عليه العشور والثمن الكحله، في اخر ساعه كتجبر راسي في الزنقه كيبيعوا كذا. كيجي عندك الكليان يتسوق من عندك كيقول لك في الزنقه كيعمل عليه جوج ونص، هو مخلصو سيدي سليمان 180 فرنك 170 فرنك، كيخلص عليه 21 فرنك ولا 30 فرنك ديال الترانسبور 207. يعني ما كيخلص لا ضريبه ما كيخلص لا عشور لا حتى حاجه، صافي من عند الفلاح لعند الوكال. فعلا نبيعوا معاهم حنايا في هادشي هذا. وانا كنجيو هنا للمارشي كنبقاو نتوفاو هنا. حيت دابا الناس كيقول لك الغلاء سبب الغلاء وما الناس ديال المارشي. لا ما كاينش المارشي، المارشي كيخدم على 50 فرنك 20 فرنك، مش عارف واش السلعه حنا مخلصنا 190 فرنك وكنبيعها 230 واش فيها شي ارباح؟ حيد لها 50 فرنك ديال السيار ديالها الكرا ودال العشور كتبقى فيها 10 فرنك ولا 5 فرنك، وهذا هو الربح. كنضربوا تمره باطل، ها باطل كنضربوا تمر، والله باطل كنضربوا تمر. الزنقه كيبيع باش ما بغى باش ما باع رابح، حنا ما عندناش هاد الخدمه هادي. يعني انتم ضروريكم واحد كيجي كليان عندنا من هنا من الزنقه ويجي يتسخر مع عندنا، كيقول لك العصير في الزنقه كيعمل الثمن السوق. يعني واش عندي هنا من الزنقه ندي من السوق حسن؟ وانا علاش داخل به المارشي؟ داخل به المارشي نشمشوا نعملوا قديد؟ ايوا انا داخل به باش نبيعوا لي في الزنقه. لا كيخرج يقول لك لا ما في الزنقه كيبيعوا جوج ونص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير. ودي لعبه مبروكه. الله يبارك فيك، شكرا بزاف. الله يحفظك. عاد قلنا الانواع الماطيشه اللي كاينه والاثمنه ديالو، نبداو بهذه ان شاء الله. هذه قرب. هذه كتباع 160 170 درهم الصندوق. الصندوق. اغلبيه كتستهلك هذه في رمضان لانها طايبه. الكيلو شحال مثلا وصلت؟ ايوا كطيح في 6 دراهم. 6 دراهم ها؟ وهذه؟ هذه مقسمه ماتشات الجارده. هذه كتجي طورنا شويه خضراء شويه كتصبر. هذه 200 درهم 180 درهم. من 180 200 درهم كيلو. هذه شحال تتباع؟ كطيح ب 6 درهم ونص. 6 درهم نقربوا لهذه. كاين هذه سوريز، هذه السوريز قليله شويه دابا كاينه 25 فرن الصندوق. واش قليله في السوق يعني ما كاينش؟ قليله قليله وموجوده شي لان كتجي خضره انت كتشوف خاصها تكون طايبه. دابا كيستعملوها بزاف هذه؟ هذه شلاضه. هذه الديشي شويه كنبيعوها 150 درهم، ناقصه شويه الجوده. حيت ان الثمن الماطيشه كيختلف على حساب كاليتي وعلى حساب النوع. حساب كاليتي وحساب الجوده. القطه ديال الماطيشه دابا قليله موجوده غير في اكادير، يعني كل شيء كيصارجي من اكادير الثمن ديالها مرتفع شويه. وعلاش كيرتفع في خلال شهر رمضان؟ لا كيما شهر رمضان الحمد لله كيدوز ماطيشه رخيصه مره. شحال من عام على ماطيشه ب 50 درهم 60 درهم الصندوق؟ وعلاش هاد العام؟ قليله يعني ماطيشه قليله ما كايناش بزاف. قليله الطياب ما كاينش. سوق الجمله بالنسبه للسلع خير تاع الله موجود، يعني كاينه الوفره، التاجر كيوفر جميع السلع، ما يمكنلكش تجي تسول على شي سلعه ما تلقاهاش بما فيها لا السلع المحليه ولا السلع المستورده. بالنسبه للاثمنه، الاثمنه كيحددها السوق، ما كيقدر يحكم فيها لا تاجر ولا حتى شي واحد، لان بالنسبه لي انا كتاجر كنخدم السلعه د اكادير، يعني ملي كنتسوقوا السلعه من اكادير كنتسوقوها من عند المنتج او الفلاح، كنسوقوها بواحد الاثمنه، راه كنديروا واحد لا مارش بسيطه، وبعض المرات ما كنشدوهاش ما كنلحقوهاش حيت السوق هو كيحكم علينا. الناس كيسمعوا مثلا الوسيط او هذا او الوسطاء زادوا في السلعه، السلعه كتحدد في البلاصه ديالها، لان السوق ديال اكادير سوق دولي، السوق هو كيحكم على السلعه اللي كتجيبها لهنا.
كتطلب ترانسبور، كتطلب الخدامه اللي كاينين تما، كتطلب الخدامه اللي كاينين هنا، كتطلب هنايا بالنسبه لسوق الجمله داكشي اللي كنخلصوا ديال الرسوم راه عالي. حتى هاد الزيادات مثلا ديال المحروقات وهذا تقريبا ما كنعطيوهاش الاعتبار. الاثمنه باش كنا كنبيعوا رغم هاد الزيادات اللي تزادت هنا حنا كنبيعوا بالاثمنه تقريبا اللي كنبيعوا بها ما كان. يعني اذا كنتوا كتحسبوا ديك الاثمنه ديال المحروقات والترونسبور وديك الخدامه شحال كتوصل الخضره اكثر؟ كتوصل اكثر من هاد الشيء، ولكن مع الصبر ومع هذا، لان حنا كنقولوا هذه مسائل ظرفيه، دابا تفوت دابا تعاود ترجع، هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لرمضان يعني شفنا في ايام التلواله كل شيء طلع، دابا المعايير ديال هذا الميدان ديال الخضره والفواكه كتخدع العرض والطلب. دابا مني كيولي مثلا الطلب اكثر من العرض، هذا السوق هو اللي كيحكم في هذا الشيء. السوق كيتزاد واحد شويه، ولكن ملي كيولي العرض يعني اكثر من الطلب السوق كينزل شويه، هذه حاله طبيعيه. شوف هذا الشيء ما كيحكم فيه لا مارشي ولا تاجر ولا فلاح ولا حتى شي واحد، العرض والطلب هذا هو الدستور ديال هذه المهنه. يعني ملي كتكون العرض زايد راه غادي السوق كينقص، وملي كيولي مثلا الطلب اكثر من العرض السوق كيتزاد واحد شويه، هذه حاله طبيعيه ما يحكم فيها حتى واحد. لا انا غير كنشري هنا وسلم، كتسخر المحل وصافي. تسخر يعني عندك محل ماشي في السوق؟ لا في المحل. عسقتي كيفاش جاتك الاثمنه ديال السوق؟ الاثمنه عاديه، ما كل سلعه والثمن ديالها، بغيتي دير سلعه مزيانه الثمن ديالها وسلعه عاديه الثمن، كل حاجه. ما كاينش شي ثمن واحد في السوق؟ لا كل سلعه على حسب كاليتي السلعه، ماشي على حسب. كاين شي ناس في الاسواق قالوا لنا باللي ان يعني ملي كتمشي مثلا عتسقسي بطاطا مثلا غيقول لك واحد الثمن مثلا غيقول لك 5 دراهم، ملي غتدخل الميزان كيزيد عليك واحد 2 دراهم او 3 دراهم، واش عمرك وقع لك هذا الشيء هذا؟ لا عمر ما كاين هذا، حسب الثمن اللي كتفاهم مع بنادم راه كتدخل السلعه، اذا تيلا جبرتي راه ما غاديش تفهم، ما يمكنش مستحيل. يعني القضيه هذه ما كايناش بنادم راه ما كاينش، ماشي الناس راه اللي كتشري من عندهم راه معقولين، وانت اللي عاود راه مسائل. الفروت الحمد لله الخير موجود، الانواع كنبيعوا كل شيء، كاين الخوخ كاين الشاديه كاين التين العصير كاين المزاح كاين الحمد لله، انتم كل شيء قدامكم. يعني تقولنا الاثمنه كل حاجه الاسم ديالها والثمن ديالها، نبداو بهذا ان شاء الله. الشاديه كتراوح الاثمنه ديالها على حسب الجوده ديالها وعلى حسب لي كاليبر، يعني على حسب الغلط كاين مهين كاين هذا. شحال الثمن ديالها؟ هذه الثمن ديالها كنبيعوها يعني ب 10 دراهم 10 دراهم، وهذه؟ هذه كنبيعوها ب 6 دراهم وكاينه الغليطه ديالها. خربون الغليطه اش تشوف فيها الحركه؟ كاينه الغليطه ديالها هي هذه، كنبيعوها ب 10 ب 12 ما بين 10 12، وكاين انواع اخرين اللي هما زايدين تباعوا ب 15 مثلا وتباعوا ب. يعني مواطن عنده اختيارات، يعني كل حاجه والثمن ديالها، يعني ما يبقاش بلاش. عنده الاختيار وعنده حريه ديال المشترى، يعني ما كاينش شي تعصب ولا كذا، لان الحمد لله حنا ولو ان طنجه جات مثلا في اقصى الشمال ما عندناش مثلا الانتاج المحلي، ولكن حنا بالنسبه للمعامله ديالنا مثلا مع الاقاليم ديالنا في المغرب، يعني الحمد لله في جميع المناطق، فتقريبا عندنا الاثمنه تقريبا بحال بحال. مثلا كيديها الشاري شحال يقدر يبيعها في الاسواق؟ وعلى حسب الضمير ديالو، على حسب كاين السوق اللي هو مثلا كيكون سوق يومي او لا اسبوعي، السيد كيدي السلعه كيخصو يبيع من نهارو باش يجيب قوت اليومي لولادو، ولا عندهم محلات اللي هما مثلا مزيانين جاو في جهات مثلا في المدينه اللي هما كذا، على كل حال كيكون عنده واحد شويه الصاير حتى هو من هنا اللي كينقل مثلا النقال وهذا، وربما كاين اللي ما كيتسوقش هو كيصيفط واحد اخر كيخصو يعمل له حتى هو النصيب ديالو تماك. وما كنظنش دابا حنا عايشين في السوق وعايشين برا السوق، ما كاينش واحد الفرق الهامش كبير، حتى هاد الناس اللي على برا ما كاينش شي هامش كبير. واحد النقطه اخرى يعني بزاف الناس كيعانيوا منها في السوق ديال الجمله،
هي كيقولوا بان كاينين مثلا دابا تينا التفاح كتعمروا تين مثلا جوج كاميونات كتعمروا من نصف بلاصه تينا كتجيبها بمارشي كتخلص عليها الضريبه وكذا، وواحد اخر كيخرجها ما كيدخل الماشين لا والو كيدوز دايركت كيفرقها وكيصدق هو رابح اكثر. وانا غادي نجاوبك واحد المثال شعبي ديالنا، نقطه وحده كحله في كاس الحليب راه ما غتكحلوش. إلا كانوا بعد شوف جميع القطاعات فيها هاد اللي فويت هادو فيها هاد بعض الحاجات، ولكن هاد الشيء ما كنظنش أنه مثلا كيأثر على سوق الجملة ولا هذا، أنا ما كنظنش لأن هادوك الناس اللي كيعملوا هذا كاين واحد الرقابة يهرب وكيحصل عندي عند الرقابة، وكتعرفوا بأن الإدارة ما كتسامحش مع شي واحد اللي هو مثلا كيمكن يضر بواحد القطاع، أي قطاع وإلا عنده المراقبة ديالو فهمتي. وحنا لولا المراقبه كانت تشوف فوضى عارمه، والحمد لله ما عندنا فوضى لا في السوق هنا يعني في سوق الجمله ديال طنجه ولا حتى في الشارع، والظروف انتم كتعرفوا كيمر بها. انا قلت لك هاد عامين ديال هاد الازمه ديال المرض ديال الكوفيد، على كل حال حتى السلطه راه هي كترخف بعد الساعات، لان المواطن خصو المعيشه خصو القوت اليومي ديالو، وهذا ما كيضرش في السوق واحد الضرر اللي هو كبير، ومرة مرة كيخرجوا حتى هما كيعملوا مراقبة ديالهم على برا. يعني أيحصل أيحصل. أيحصل أيحصل، وكاين اللي كيتوعى وكاين اللي كيفهم وكاين اللي هو، وكتعرفوا حنا المواطنين حنا المغاربة يد وحدة. مولك غنسقسيك الخوالي الأسمنة ديال الخضرة في سوق الجملة. تطرقيقة 6 درهم. واللبس 3 درهم. باربة 3 درهم. خيار 3 درهم. الشيفلور 70 درهم، يعني 3.5 كيلو. قرع 5 درهم. الجلبانه شحال؟ الجلبانه 10 درهم. شحال الجعده؟ 70 درهم حتى 60 درهم. شحال شحال الكيلو كتجي؟ كطي على حساب 2.5. 2.5. وبطاطا؟ بطاطا يعني 3 درهم حتى 2 درهم كاينه هنايا، هذه الدكاله 3 درهم، ودي العرايش 220 2 درهم. فلفل فلفل خضراء؟ فلفل خضراء دابا عامله 10 9 حتى 8. الدبنجه شحال الثمن ديالها؟ الدبنجه 3 درهم. وقرع؟ قرع خضراء؟ قرع خضراء 5 4. الحمد لله الحمد لله الخير موجود. الحمد لله الخير موجود. بالنسبه للاثمنه ديال الخضره يعني واش طاحت دابا شويه ولا باقي كيف ما هي؟ بدات كطيح دابا الحمد لله، بالحق في الفطر غتكون كل شيء موجود ان شاء الله. يعني مر رمضان؟ مر رمضان يعني غيكون تزاد السلعه وجدت الطاطا ولا الزيان والبصله وداك الشيء. يعني واش كاينين خضرات باقي الخضر باقي ما وجدوش ولا كيف؟ دابا كل شيء موجود، وباقا تزيد توجد بطاطا ولا الزيان والبصله وداك الشيء عاود تزيد ترخص ان شاء الله. يعني كل ما كانت الخضره يعني كتجيبوها من بلايص مختلفه كل ما كيكون الثمن طايح شويه. وكتكون هي بلاصه واحده كيكون الثمن زايد. كتكون بلاصه واحده كل شيء كيتكبن ديك الجهه كيطلع الثمن. بحال دابا مطيشه كاينه هي فكادر كل شيء كيتكبن كادر على داك الشيء مع كتصدر على برا وداك الشيء على داك الشيء كيتزاد فيها الثمن. يعني اما كانت مطيشه الدكاله وديال السخيرات وداك الشيء غتكون موجوده. يعني نقدروا نقولوا ان السبب ديال الغلاء المطيشه هو السوق. يعني السوق اللي كيحكم عليك. لا حسب السوق. خضره كتقليله غتكون زايده الثمن والطلب عليها كانت موجوده في اي قناه على الجبره. داكشي على حساب السوق. ايوا شكرا بزاف وعشرك مبروكه. الله يرحم والدي. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه هي الاثمنه ديال الخضر والفواكه بسوق الجمله ديال مدينه طنجه. كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في سوق جديد ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.